لا رجعنا الآن فاينل فانتسي بعد ما طلعنا من الدرهم بسج. الآن وقت الصيد. الآن كلم دانتيرو. دانتيرو طبعا في الخريطة مثل ما هو موجود، اللي قبل رابر ستري خريطة. طبعا أنا واقف اللي هو موجود في بين فراح يقول لك الوردة موجود، راح يقول لك وين المكان، فيقول لك صيده عشان خاطرنا. فالآن راح نروح، قبلنا الصيد، راح نروح الآن إلى المنطقة الثانية. راح نقول لكم وين مكان الوحش هذا. ما حد يتدخل في المعركة. هذا هو طبعا اللي عليه وردة فوقه، فاذبح الثاني. طبعا هو عنده حماية. هذا هو كاكوتي، حاول تسرق منه. هذا هو الهدف الصيد. الآن اضرب أقصى ما عندك، حاول تقضي عليه قبل لا يحط حماية على نفسه. لا تنسى تأخذ منه الوردة لما يخلص. ذيب ممكن يهاجم لو انك قاعد تهاجم ذيب، لكن هذا ربنا. نرجع الان للدانتيرو. طبعا الهدف من الصيد هو الحصول على زاليريا، وحش زاليريا. وهذه بداية أشياء كثيرة، طلبات وكذا راح تنطلب منك على أساس أنك يعني تجيب أو تحصل منفذ للوحش الاستدعاء زاليريا، اللي هو طبعا الخوف هذا كله. راح نشوف الآن بعد لما أخذنا هذه شنو صار. الآن رجعنا، الآن بنرجع. فراح يبلغنا لأن تلقنا هذا مكافأة الصيد 500 جل و10 بوتون. فالآن راح يقول لك فالآن نروح هذه طبعا بداية رحلة البحث عن وحش استدعاء زاليريا. لازم الشخص المريض اللي عند الشخص المريض اللي موجود في عند غرفة زوجة دانتيرو خيمتها هو اللي راح يعطينا فيما بعد مفتاح عشان ندش غرفة الكنز في برهم باسج اللي كنا فيه، لكن منطقة ثانية. البوابة اللي لقيناها كانت مسكرة. زين
راح أساساً حنا نعرف وين المكان اللي رايحين له. القرية اللي بالاتجاه هذا. طبعاً اتبع الخريطة، شوف كل المناطق الواصلة بين الخريطة عشان تعرف أي مكان تدش، أي مكان تروح عشان توصل أسرع ما يمكن. الآن موجود الآن أمام القرية هذه اللي فيها أشجار اللي كأنها واحة وسط البحر، هي هدفك اللي المفروض توصل له. الآن نعطيها الجسم. طبعا أول شيء لازم نروح للسيف على أساس مو نحفظ، على أساس إن ننعش الطاقة. طبعا شايفين التلبروت ممكن تنقلك إلى مكان ثاني أو مدينة ثانية، هذه طبعا الآن راح نعطيها. فطبعا الوردة اللي أخذناها من الوحش اللي قتلناه قبل شوي الصيد، فأعطتنا bundle of needles. زين bundle of needles راح زين فيقول اطلع الآن من القرية، اطلع الآن من القرية وارجع ثاني مرة وراح توصيك على شغلة أساس تجيبها ثاني مرة. طلعنا الآن ونرجع ثاني مرة. زين صراحة تطلب شيء لأن قاعد تحضر دواء حق الشخص المريض اللي عنده. طيب هذه الشيلز، هذه الشيلز اللي طلبتها. الشيلز موجودة الآن، راح نشوف وين الشيلز. الشيلز موجودة النهر، فترجع للنهر، النهر اللي موجود في الناحية في الشاطئ اللي هو في الناحية هذه. هذا النهر راح تلقاها موجودة على الأرض، هذه واحدة. ممكن نطلع نخش الخريطة موجودة الآن، راح تكون مولعة، راح تكون واضحة. يعني هذه واحدة ثانية، هذه واحدة ثالثة. فرجعنا لها، كان في الناحية الثانية هناك الجزيرة، هني في شيء بعد. في هذه واحدة هني عند هذا طبعا، بعدين راح يكون في وهذه هني. جينا هناك ثلاث وهني اثنين عند المدينة. نرجع الآن حق زوجة دانتيرا.
طيب الان نبي نبريل نبريلم راح نرجع ال نرجع لدانتيرو. هي اصلا قالت لك قالت دانتيرو عنده زين فنرجع لدانتيرو. اوكي نرجع لدانتيرو على اساس ناخذ من عنده. الان نطلع الخريطة عشان نعرف وين المكان اللي رايحين له. وفي طريقين الان سهولة بس إن في بالي مهمة لازم أخلصها بس ليس إلا هذا المكان اللي هو آرك بوست دانتيرو. راح نكلمه أول شيء هو راح يقولنا طبعا عن شغلة وبعدين راح نروح نكملها. يقول عند الكراتين أو عند الصناديق ممكن تساعد نفسك راح نلقاها الآن. يمكن أتوقع هذه يمكن هذه واحدة زين. قاعد يعلق على هذه. نرجع لدانتيرو نتوقع انه ما في خلاص. فنرجع خلاص نرجع للقرية اللي فيها زوجة دانتيرو. هذه العودة الآن أخذنا النبيروم نبيلوم نوديها لزوجة دانتيرو. Thank you.
الروكينج ساوند. خلنا نشوف الروكينج ساوند. الروكينج ساوند اتوقع الضفه الثانيه. لازم ننطر المطر، فما ادري شلون راح نفتح. العباره ما تشتغل الان، لازم تشغل العباره عشان تروح للمنطقة الثانية وتجيب الأزهار اللي تبيها مرة دانتيرو. فالآن نوقف، الآن نوقف. هذه الوحش الاستدعاء زاليريا. لحد الآن لازم نكمل بعد فترة عن وحش الاستدعاء زاليريا، لكن مو الآن، بعد فترة من الوقت.